الحمد لله تم إنشاء أول مجمع ترفيهي في مدينة ييت، هو يضم سوبر ماركت وكوفي ومسبح. المسبح يضم تقريبا يعني عالم يعني فوق 100 شخص يحوي، وبسخانات، والكوفي على مدار يعني 24 ساعة مفاتحي من الساعة 10 الصبح إلى تقريبا 2 بالليل بهاي أجواء رمضانية. والحمد لله المسبح يضم سخانات وكادر منقذين، والحمد لله والشكر يعني هذا مش مثل ما تشوفوه. لا اكو نظام يسبح، اكو حمامات يسبح بيها، ومنزع ملابس يعني يذب ملابسه، ولوكرات يذبها ويطبع للمسبح. التعقيم هو على 24 ساعة يفلتر ويعقم، نظام 24 ساعة إضافة إلى السخانات، يعني هو شتوي وصيفي المسبح، يعني مو بس صيفي، شتوي وصيفي.